أواخر عام 1982 بين هذه الأندية، ويجري النظام في هذه البطولة بالنظام الدوري من دورين. حديثنا عن هذه المباريات يذكرنا بالمباراة التي ستقام غدا الاثنين في استاد خليفة الأولمبي في تمام الساعة 3:30، وذلك بين نادي الريان ونادي الرفاع الغربي بالبحرين. البرنامج يهيب بجماهير وعشاق كرة القدم بالتوجه غدا إلى استاد دوحة، استاد خليفة الأولمبي، للوقوف خلف فريق نادي الريان والذي يمثل الكرة القطرية في هذه البطولة. ما نقدر نقول برونو حقيقة لاعب كبير، لكن ما يندرى. الكرة تعتمد على أعصاب اللاعب وعلى مهارة حارس المرمى، وبرونو حقيقة من اللاعبين الجيدين، حقيقة يمتاز بالاستحواذات القوية. برونو والماس، برونو يا سلام، والهدف الأول للريان. برونو بالدقيقة 11 من الشوط الثاني، الهدف الأول للريان من ضربة جزاء بيحطها على يسار حارس مرمى النادي الأهلي بقيت الماس، وهذا يعاد بالحركة البطيئة، برونو يتقدم ويحطها على يسار.